اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصي بتعييني وزير للفلاحة والتنمية الريفية. هذه الثقة الغالية ستكون لي حافزا ودفعا قويا لأعمل بكل جهد في سبيل النهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. كما لا يفوتني أن أشكر السيد الوزير عبد الحفيظ هني على المجهودات التي بذلها طيلة فترة توليه مسؤولية القطاع وسعيه للرقي به، متمين له الصحة والتوفيق إن شاء الله. سيدات والسادة، إن التحديات الكبيرة للنهوض بقطاع الفلاحة، هذا القطاع الاستراتيجي الذي توكل له مهمة ضمان الأمن الغذائي، يعتبر أيضا ركيزة أساسية للتقدم والتطور والتحقيق الرفاهية، مما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود والعمل في سبيل تجسيد التزامات سيد رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشي للمواطنين. إنني على ثقة أنكم لن تدخروا أي جهد لتحقيق أهداف المسطرة والعمل بدون هوادة لمواصلة مسير التنمية وإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع.